كل شيء موثق، ايش بتسوي؟ ها؟ كل شيء موثق. اول شيء ببدا فيه اذنك. الله ينعم عليك ويكثر خيرك. يرحم والديك. بس الناس ما تعزم الساعة 3. ولا شفت انك توك طالع من الدوام؟ وشو؟ لا 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 خليني بشمه. طيب اول شيء. ما عليك والله زين. طيب طيب. لا انت الله يطيب فالك. رسمي اكثر. جميل. والله؟ اي والله جميل. ايش قصدك يعني ريحتي ايش فيها؟ ما فيها شيء والله. جايك من الطيب يا ربي لك الحمد. النظارات. ليك قلبته يا ابو خالد على النص. ريحتي طبخة الحين ابو خالد برجع الدوام. حاطين الشمعة لها غطا، ليش ما تغطي الشمعة؟ قفل على الموضوع. الستيك كذا بدا يبقبق عندنا ليه؟ الله يجعلها بالعافية. ما قصرت ابد باذن الله. لا زالت الامور نعزمك. شف عزمتني وبكسر بابك يعني مصيبه. لو اسكره بقوه ايش بتسوي يعني؟ هي الليكسس يعني. يلا ما قصرت ما قصرت. السلام عليكم. في احد عازمني اتوقع عشاء شيء، اعطوني خبر.